طيب أبو عبد الله، كان هناك أحاديث كثيرة على السوشيال ميديا في تركيا ومن جانب المعارضة التركية بالتحديد، وهجوم حاد على أردوغان بسبب أنه أشار إلى أنه في وجبة العشاء أو في السحور يقوم بخلط الحليب مع الشوفان مع التمر مع العسل، وأشار إلى أنها وجبة تمثل شفاء بالنسبة إليه وأي شخص يتناول هذا المشروب. نعم. الصحافة والمعارضة التركية تحدثت عن أن هذا الأمر يدلل على البذخ والترف الذي يعيش فيه أردوغان، بماذا تعلق على هذا الشيء؟ طبيعي المعارضة شو تتوقع تتكلم؟ هل تتوقع أن المعارضة اليوم تثني على أردوغان؟ طبيعي تعلق، هي ما وجدت شيء في هذه الصور إلا طريقة الأكل والشرب. بعدين هذه أذواق، أين البذخ في هذا الشيء؟ العسل ولا الشوفان، أين البذخ بهذا الشيء؟ بالعكس هذه أكلة صحية وجيدة، واسألوا فيها خبراء التغذية وخبراء الميكروباتيك يحدثونك عن هذه الوجبة الغذائية. الآن بصرف النظر هذه البذخ أو أن هذه الوجبة جيدة أو غير جيدة، صحية ولا غير صحية ولا تناسب، يعني هو رئيس، يعني اليوم على الحليب وعلى العسل هو كل ما يتمناه، يملك الدنيا وما فيها. مع ذلك اليوم بالعكس أنا أشوف أن أكل التقشف، أنا أشوف أن اليوم أكل اليوم زاد بكل شيء ويأكل. لكن أنا أعتقد التضخيم من قبل المعارضة أنهم